الحقيقة الصورة اللي شفناها امبارح مع حضراتكم وكلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نقدر نوصفها بأنها كانت في غاية الروعة، رائعة جدا. ليه؟ لأنها صورة لأول مرة بيجتمع فيها شباب مصر والعرب وإفريقيا في مكان واحد، مش بس كده كمان، لكن على مائدة حوار واحدة علشان يناقشوا إيه؟ يناقشوا مشاكلهم، أحلامهم، طموحاتهم بشكل علمي مبني على الحوار والنقاش والتفاعل مع القيادات اللي بتؤمن بدورهم الحقيقي في المستقبل. امبارح كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن الهدف من مؤتمرات الشباب اللي صدفتها مصر خلال السنوات الماضية كلها وأيضا ملتقى الشباب العربي الإفريقي هو عمل منصة حوار بين شباب العالم بقى بكل تنوعهم واختلافهم، وكمان تبادل الرؤى لإيه؟ لبناء مستقبل يكون عنوانه السلام، المحبة، التنمية. من المشاهد الجميلة اللي تابعناها امبارح ولفتت نظرنا هو احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي. كان احتفالية مبهجة جدا ومشرفة جدا. النهاردة بقى عايز أقول لحضراتكم أنها تنطلق الجلسات العامة والنقاشية وورش العمل، والبداية مفروض هتكون مع جلسة افتتاحية بعنوان منتدى شباب العالم آفاق جديدة. كمان هتعقد في نفس تقريبا الوقت ده جلسة نقاشية عن مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية، وجلسة نقاشية تانية كمان بعنوان أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على إفريقيا والمنطقة. كمان هتعقد مائدة مستديرة بعنوان وادي النيل ممر للتكامل الإفريقي والعربي، وبالتوازي مع كل الجلسات اللي قلتها لحضراتكم دي والجلسات المختلفة هتعقد ثلاث ورش عمل. الأولى هتكون بعنوان كيف تصبح رائد أعمال ناجح، أما الثانية هتكون حول ريادة الأعمال من منظور إفريقي، والأخيرة هتكون عن تنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل. يعني ندوات كتير، جلسات كتير، ورش عمل كتير، وإن شاء الله يكون ملتقى الشباب العربي الإفريقي في أسوان تكون سلسلة تانية بتكمل سلسلة النجاحات لمؤتمرات الشباب اللي تم استضافتها في مصر خلال السنوات الماضية. إن شاء الله يا رشا. إن شاء الله تكون مرحلة انطلاقة للي بعدها. مزبوط. يعني دايما بتطلع ملتقى الشباب أو منتديات الشباب بتلاقي دايما في نتائج او توصيات. مزبوط. بتلاقيها بتمهد للي بعدها، والدوله بتاخد بيها وبتبقى برضو خطه عمل. مزبوط. للفتره اللي بعدها. مظبوط يا رشا.